صباح الخير، يا صباح النور. شايفين هاي شعراتي من امبارح؟ بدي افكهم مشان اشوف كيف حيكون شكلهم اليوم. كيفكم انتو؟ شو اخباركم؟ شو عاملين؟ فك هاي. بس انا شو بدي اعمل؟ دور على المقص تبعي. وين بدي فك المطاطة اول شي؟ تمام، افرد الشعر. شال كيرلي هاد، كيرلي غريب مثل الموزة، ما بعرف كيف. لا انه تمام، شايفين الكيرلي اللي طلع معي اليوم؟ شايفين؟ شامبو. اوكي، وهون عنا اخر الشي. تمام، هلا اكيد ما رح يضلوا هيك، بس خلوني افرد الشعر كله بعدين بفرد شعري. ما رح اخليه هيك، بنزل راسي لتحت وبلش افرد شعري. المفروض هي تطلع نفسها. بس بدي احط زيت من اطراف شعري من تحت. اوكي، الله ريحة الشامبو عن جد. بس هي الطريقة كتير حلوة، وبتصدقوا انه هي الطريقة بتضل معكم اكتر اذا بتعملوا يعني شعركم بالجهاز. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نبلش نفرد شعر. اكيد شعري ما رح يضل هيك، اكيد شعري طلع كتير كتير باليوم، بس بدي احاول نايمه اكتر من هيك. تمام، يعني كتير طلع سميك بس حلو، يعني هيك تغيير. شو رح اعمل هلا كرمال يعني خليه هيك؟ بركي انه يعني بيهدل شوي، بينام شوي. حجيب السيروم، هذا السيروم. افرق، حنزل الشعرات بالسيروم هيك بهي الطريقة. يعني هيك بصير أحسن أزبط. شايفين فرق؟ بس هيك تكون النتيجة صارت حلوة. شو رأيكم؟ هرجع أحط شوي، حط من اخر شعري. هاي بس والله انه صار كتير حلو. شو رايكم؟ هاي لابر ولا ليس ولا سشوار ولا اي شيء. شايفين حتى بيعطي سماكة كتير حلوة للشعر.
اليوم كمان وصلني شيء للمطبخ من تطبيق ترنديول، فقلت خلينا نفتح البوكس مع بعض. كالعادة يعني لازم مقص جاهزي. أنا جبتها هاي للمطبخ نحن مقص حديد. هاي أول قطعة، طيبي هاي لشو يا حزركم، شفتها باللون الأسود وعليها هيك بالذهبي. وبعدين نطلع شو؟ نطلع الكفاكير. جبت هاي لل هاي القاعدة، هاي القاعدة تبع هدول الكفاكير. أرجيكم قديش موديلهم حلو. أنا حبيتهم لأنهم باللون الأسود والخشبي. شوفوا الأنواع اللي فيها بحتاجة بستخدمها كمان. شوفوا عنا هي تبع الكيك أو بدنا نحرك لبن أو أي شيء، وعنا هي نوع طازة بحتاجة أنا بدي أحرك الرز أو شيء ونحطهم هون هيك بهيك الطريقة. وهون حسيت ألوان كتير كتير حلوة، وفي هي كمان للشوربة، وفي هي بيجوا هن 4 5 6 7 شايفين. هي للكيك، وهي إذا بدنا ندهن شيء على وش الدجاج أو الكيك اللي هو شايفه محلوم. إيه ماما حبيت لأنه هدول سيليكون شايفين. بس لقيمين لا من هون من هون من هون. شايفين قديش حلوة. طبعا فكر وين بدي حطها، بما أنه نحن نطبخ هنيك المفروض تكون قريبة هون هنيك. شوفوا كيف حطتها هنيك. اليوم ما عنا كتير استرس على الطبخ، فمشان هيك أنا شو مفكرة أعمل، بما أنه عنا كروسة وعنا شوية رنجة من البارح زايد عنا شوية رز، فعم فكر أعمل شيش بلد، بس يعني ممكن هي كبيرة لو كاسة ونص طحين انه يطلعوا هيك مجرد يعني شغلة بس. يعني بعمل كاسة شبراك، كاسة ونص طحين. اه ماما اي يعني بحس طلعوا زبدية. ورح اعمل الكيلو لبن، كيلو هو نفسه هو هذا شايفين هذا الزبادي. رح فرجيكم بالعادة نحن بنعمل كيلو لبن شايفين هذا كيلو. بالعادة نحن بنعمل من هذا 2 كيلو 3 كيلو حسب، بس اليوم حعمل بس كيلو من هذا انه كمان كيف يكون في يعني شوية تغيير، وبنفس الوقت نخلص يلي عملناه مبارح لانه مبارح كان الاكل كتير كتير طيب. بس سبحان الله عجل صايم فكر حاله بده ياكل بس ما بياكل اي شيء. المهم بتكون سلطة تبولة شيء. اسأل سيبرا اي سلطة بما انه لبن وكوسه هيك، فانا برايي انه هاي الاشياء اوكي. ماما عم تقول بلا السلطه خلينا نحط بس جات يعني خضار اللي هو فليفله وجرجير يعني وهي الاشياء. هلا اهم شيء بهذا الصحن الجرجير لاني انا بحب الجرجير كثير. ماما نحن عندنا جرجير ولا لازم نجيب؟ عفوا انه انا بدي انزل على السوق لانه احذروا ليش بدي اسوي، بما انه اليوم هيك ما عندي ستريس بدي اسوي كاسترد بالجيلي لانه مشتهينا كثير اخواتي، وقال سويها يعني بدنا ناكل بعد الفطور هيك بنص ساعه نريح بدنا نتحلى فورا. قلت لهم اوكي. فعندي كل الاغراض، عندي جيلي عندي الكاسترد عندي البسكوت عندي موس، بس ناقصني فريز. بدي فريز مشان نضيفه مع الجيلي. قلت اوكي بنزل على السوبر ماركت، بس عم استنى عمار لانه رح اسوي عجينه الشيش براك
تمام وخليها تختمر على راحتها. هي ما بدها شيء يعني، هي الطحين ومي. اوكي رح احط كاسه واحده بس، لانه مثل ما قلت لكم نحن حنعمل تشكيله، ما بدي اعمل اللي يزيد ليومين. ما شاء الله انا عاد ما بحب الشيش براك، بعملها ما بسال عادي حتى لو يومين عادي ما بيأثر. بس هالمره لا، مشان على العيد يكون يعني عن جد يعني ما ضايل عنا اكل من رمضان ابدا، يعني من هون للعيد لازم يكون ضايل شيء يعني اكل من رمضان لازم يكون كلياته مخلصينه. بما انه كمان زايد سمبوسه زايد تقريبا 4 قطع، ما راح اسوي لهم كثير اليوم، او عم فكر ما اسوي لهم اصلا سمبوسه. بس لا لا لازم انه ما بعرف بشوفهم. انا بلا السمبوسه ها، بلا السمبوسه انا اليوم خلص عن جد. خلينا نخلص الرز والشيش برات والكوسه واليالنجي. ها شوفي على ما بعرف سمبوسه بالكرويف على فكرة طلعتوا هون واربعوني يعني 7، بس ماما السمبوسة ما بتاكل يعني ما بتتاكل الا فريش بصراحة. فمشان كان بيقولوا لي ما تسوي يعني، والاكلات اللي احنا كلها اليوم كلها تقيلة، شيش براك، كوسا، يالنجي. ايه يعني انه خلص بحس هيك. وححط كمان ضيف نحل شيش براك رز، لاني انا بحب اكل مع الشيش براك رز. اليوم شو بصير فيني انا؟ بنسى الكوسة وبلش بشيش براك. بس بصراحة الكوسة كتير طيبة، بدي اخدرها. لا لازم لازم اكل كوسة. لا خليكي بالشيش براك. ماما لا انت خليكي بالشيش براك. المهم بدي طلع لحمة مشان خليها هيك تدوب على مهلها لبين ما بلش. حطيت مي فوق الطحين وعم بدعك العجينة تمام، لانه عمار عم يبعت لي وسواني ستريس تمام. قلت له خلص العجينه ونازلت لك على لسه متاكل. بس قلت له لا لا راح انزل مثل ما انا، ما راح اخليك تستناني كثير، حانزل مثل ما انا. خليني هيك العجينه منيح منيح. بس بدي انزل مع مال السوبر ماركت. قلت له ليك نحن كم غرض بدنا مو كثير، اهم شيء فريز انا مسيبه انت والله. فانا رح فوت شوي على الصالون عن جد، واخيرا صار عندي وقت بدي اعمل شغله سريعه بالصالون، وبعدين يكون عمار خلص ويجي بياخذني. تذكروا اخر مره لما قلت لكم بدي بدل موديل حواجبي؟ هلا عم شوف ممكن اخذ موعد المساف قبل العيد، يعني هيك انه حواجب جديده لون جديد، لانه بصراحه عم عاني من اللون، وانا بدي اللون افتح من شعري وبدل اشتغل كيف عادي. يعني هن فاتحين بس انا وغمقتهم هلا بالقلم. تمام لك شو هلا نحن بننسى حياة رمادي كله، انما لك مثل لون الحواجب ما بيفرق ابدا من فوق ودك. ايه فانا بدي افتح من شعري درجتين على الاقل، ما بدي كمان ما فيك تفتحي اكثر من شعرك درجتين. بدي اضطر اعمل لك خصلات وتطلع لك ما شاء الله اساسا مش حلوه ما شاء الله. على فكره انا شعري كثير خفيف، بس هلا ما تشوفي هيك عملت له ويفي، فيعني انا ايه بس انت عرفتي انت شو بس من هون هيك بتموت عاملي لي تطلع بتجنن. انا بضعف نحن الاشياء بيطلع كثير حلو على فكره. شعرك كم خصله لايت وحواجب الله واي لاشين نيو لوك. خلصت وطلعت عم استنى عمار، المفروض هو يكون قبلي هون المفروض يعني، بس انه انا كنت قبله برا. هو قال لي وينك؟ قلت له انا 5 دقائق بخلص. من هلا ما اجى انا واقفه تحت الشمس حاليا. خلص من الايفون هيك على الفي واستنى لي يجي. ايه وانا اخذت موعد اليوم، يا ان شاء الله روح ان شاء الله روح. اخذت موعد لحواجبي اليوم، حغير حواجبي يا جماعه. ان شاء الله يطلعوا حلوين. من هلا متحمسه. وين عمار؟ عم يزمر لي هو ولا كيف؟ اوكي هلا مبدئيا انه اخذت موعد تمام؟
اتفقت معهم تمام 100%. ما بعرف اذا حروح ولا لا. بس لا لا لازم اروح، لانه انا قد ايش لكم قد ايش اللي عم اقول لكم، حابه اغير حابه اغير حابه اغير حواجبي، لانه عن جد اللون هون من اخر مو عاجبني. فبما انه اليوم ممكن يكون عندي وقت المساء، لازم اروح واستغل الفرصه. لازم عماد وينك يعني وينك يعني وينك، ما بعرف ما انه هو اللي دق لي انه وين خلصتي. ما شرف اجا بكير يا الله من الشمس، انا شقره ما فيني اطلع الشمس، جاوني عيوني. وجيت شوفوا شو واصلني تمام، واهلي ما حدا شايف وما حدا شايل لي اغراضي من هون تمام.